غدا انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني وتشجيع حرية التعبير أبرز المحاور. البرهان يرفض أي إملاءات خارجية على السودان ويؤكد عزمه مواصلة المعارك مع قوات الدعم السريع حتى انتهاء الأزمة. الإدعاء العام في النيجر يطالب بترحيل السفير الفرنسي من البلاد، وباريس ترفض التعامل مع المجموعة العسكرية. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تستمر مسيرة الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسية في مصر، وبعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى ورفعها لرئيس الجمهورية تنطلق غدا جلسة الأسبوع السادس تحت شعار واحد، وهو المساحات المشتركة بين الجميع. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. تنطلق غدا الأحد جلسة الأسبوع السادس للحوار الوطني بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، ومن المقرر أن يخصص أول يوم للمحور السياسي، بينما يخصص يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر للمحور الاقتصادي، والذي سوف تناقش فيه لجنة التضخم وغلاء الأسعار على مدار جلستين، ارتفاع الأسعار وسبل تقليل العبء على المواطن. كما تناقش لجنة الدين العام وعجز الموازنة على مدار جلسة واحدة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى أن لجنة الصناعة ستناقش على مدار جلسة واحدة أهداف وخريطة الصناعة على المديين القصير والمتوسط والصناعة القائمة والمتعثرة والصناعة الجديدة. أشاد منتدى شباب العالم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوافق الآراء قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وإلمامهم بالعمل متعددي الأطراف. ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب وإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم. من جهته أكد سفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية.
تنضم إلينا مرة أخرى على الهاتف المنسقة العامة لمنتدى شباب العالم أستاذة بسنت ضياء. كنت أتساءل عن رؤيتك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. مساء الخير، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. الحقيقة أن ده نجاح كبير جدا لمنتدى شباب العالم، ودليل أن هو قدر يوصل للشباب من خلال الاهتمام بموضوعات بتهم الشباب. فالتأثير اللي أحدثه منتدى شباب العالم خلال الأربع نسخ اللي فاتوا، ومنتدى شباب العالم كمان في نسخته الخامسة اللي بتتنفذ دلوقتي لكن في شكل مختلف، اعتمد في الأساس على أنه يكون دايما في نماذج محاكاة بتضم الشباب، سواء من تطور المنتدى من بدايته في المؤتمرات الوطنية للشباب كان دايما في نموذج محاكاة بيكون بيتم عقده يعني داخل المؤتمرات الوطنية، كانت بتناقش طبعا يعني نموذج محاكاة في الدولة المصرية. وبتطور المؤتمرات دي لمنتدى شباب العالم ضمت نشاط مهم جدا جدا، وهي نماذج محاكاة الأمم المتحدة. احنا خلال النسخ الأربعة اللي فاتوا عملنا أكثر من نموذج محاكاة، كان أولهم لمجلس الأمن الدولي، وكمان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان في برضو قمة أفريقية عربية والاتحاد من أجل المتوسط. فموضوعات مختلفة، موضوعات مهمة جدا جدا بتشرك الشباب في صياغة مستقبلهم وفي وضع رؤيتهم في موضوعات دولية، وتخيلهم أيضا لمراحل صنع القرار العالمي. نعم، لكن برأيك ما هو تأثير قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة على فعاليات منتدى الشباب في المرحلة المقبلة؟ كيف سيكون؟ الحقيقة دي مش أول إشادة أو قرار يطلع يعني بيقر أو بيشيد بمجهودات المنتدى. احنا في أكثر من قرار يعني تم اعتماد المنتدى فيه من خلال الأمم المتحدة، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتمد المنتدى كمنصة للحوار بين الشباب، وكمان مجلس حقوق الإنسان اعتمده كمنصة بتناقش قضايا الشباب سياسيا واقتصاديا كمان. الحقيقة ده هيأثر بشكل أكيد إيجابي جدا جدا، لأنه ده بيرسخ فعالية المنتدى وتأثيره القوي جدا جدا. احنا في الفترة دي من بداية النسخة الخامسة وإطلاق المبادرات الستة للمنتدى، كان في شراكة كبيرة جدا جدا وبين منظمات الأمم المتحدة هنا في مصر، ومنظمات دولية أخرى، ومنظمات وطنية طبعا. وده بيلاقي يعني انه في رؤيه مشتركه لفعلا لدعم الشباب بشكل واقعي. نعم بالظبط. فاحنا من خلال المبادرات اللي احنا اطلقناها، سواء منصه التطوع، التعلم، الكسب، كمان في مبادره بتهتم بدمج ودعم اللاجئين والمهاجرين في مصر والصحه النفسيه طبعا والامن الغذائي، يعني الموضوعات كلها بتهم الشباب وبتتقاطع مع يعني تهم الشباب وتدمج الشباب ايضا في صناعه القرار والمشاكل المختلفه، سواء كان على المستوى المحلي او المستوى العالمي. المنسقه العامه لمنتدى شباب العالم بسنت ضياء، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عاقل صالح ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات. جاء ذلك خلال لقائه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6. من جانبه أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنه لابد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبية لرغبة الشعب الليبي.
أعلن رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان ترحيبه بأي دعم يصب في إعادة إعمار البلاد، وأكد البرهان رفضه للإملاءات الخارجية، مضيفا خلال زيارته لولاية كاسلا أن الجيش والشعب متفقان على دحر التمرد بشكل كامل، وأن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تشهدها البلاد حاليا تؤكد على الحاجة إلى وجود جيش محترف. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للرئيس النيجر محمد بازوم، وأكد ماكرون أن فرنسا لا تتخذ أي قرار بشأن النيجر إلا على أساس التبادل مع الرئيس النيجيري بازوم الذي احتجزته المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في البلاد. وشدد الرئيس الفرنسي على أن المجموعة العسكرية في النيجر ليس لديها أي شرعية. كانت المجموعة العسكرية قد رفضت تصريحات الرئيس الفرنسي واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤون النيجر الداخلية. في المقابل، طالب الادعاء العام في النيجر السلطات التي تدير المرحلة الانتقالية بالبلاد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترحيل السفير الفرنسي وعائلته من البلاد. وأكد الادعاء العام أن وجود السفير الفرنسي على أراضي النيجر يمثل مخاطر جسيمة على الأمن والسلامة الوطنية. وفي الأثناء، تجددت التظاهرات في عاصمة النيجر نيامي أمام قاعدة عسكرية فرنسية للمطالبة برحيل القوات الفرنسية. كما طالب المتظاهرون أمام القاعدة الفرنسية في نيامي طالبوا باريس بسحب دبلوماسيها من البلاد. وتأتي هذه التظاهرات غادة تصريحات للرئيس الفرنسي ماكرون أكد فيها دعمه للرئيس محمد بازوم ورفضه مغادرة السفير الفرنسي. ومن النيجر إلى الجابون، حيث أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنيو تعليق التعاون العسكري بين فرنسا والجابون، حيث يتمركز نحو 400 جندي فرنسي في البلاد. إلى هذا، أعلنت لجنة المرحلة الانتقالية في الجابون إعادة فتح حدود البلاد البرية والبحرية والجوية اعتبارا من اليوم، وذلك بعد 3 أيام من إغلاقها. وأوضحت اللجنة أنه على الرغم من استمرار حظر التجوال، فإنه سيسمح للراغبين في السفر من البلاد أو العودة إليها بالمرور حال إبراز وثيقة سفرهم. هذا وتعهد رئيس المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة بريس نجيما بإصلاحات دستورية ولكن دون تسرع. في تلك الأثناء، طلبت المجموعة الاقتصادية إيكاس ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المجموعة العسكرية المسلحة في الجابون بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. لا يزال المشهد في الجابون معقداً مع عدم وضوح أي أفق جديد للحل. فبعد يومين من الوقائع التي أحدثت توتراً في الدولة الواقعة غرب وسط أفريقيا، خرج بريس إنجيما رئيس المجموعة العسكرية المسلحة التي أطاحت بالرئيس الجابوني علي بونغو ليعد بإصلاحات دستورية تجعل مؤسسات الدولة أكثر ديمقراطية وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان على حد تعبيري. وفي خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي، قال إنجيما إن قرار حل المؤسسات الذي أصدرته مجموعته العسكرية هو أمر مؤقت، وأنه سيتم وضع قانون انتخابي جديد ولكن دون تسرع، مشيرا إلى أن الهدف هو إعادة تنظيم هذه المؤسسات بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية. ستحترم الجابون جميع التزاماتها مع شركائها الوطنيين والدوليين، وستحترم جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعزز تنمية الشعب الجابوني. إن حل مؤسسات الجمهورية أمر مؤقت، والهدف هو إعادة تنظيمها للتأكد من أنها أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاما مع المعايير الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون، وأيضا في مكافحة الفساد. كما دعت جماعة المعارضة المجتمع الدولي إلى حث المجموعة العسكرية على إعادة السلطة إلى المدنيين، إلى أن دعوات المعارضة لم تتلقى ردا حتى الآن.
إنجيما هدد أيضاً باتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من كبار رجال الأعمال الجابونيين الذين بدا أنه يتهمهم بالمشاركة في الفساد في أعلى هرم السلطة عبر عمليات ممنهجة. المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إيكاس أدانت بشدة سيطرة المجموعة العسكرية على السلطة في الجابون وطالبت بضمان سلامة الرئيس علي بونغو الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية. وحثت المجموعة الاقتصادية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على توحيد الجهود لدعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري في الجابون، كما طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المجموعة العسكرية بالإحجام عن أي تدخل في العملية السياسية داعيا إلى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. موسكو تهدد بتدمير قذائف اليورانيوم فور وصولها لأوكرانيا، وكييف تتحدث عن خطط لامتلاكها أسلحة نووية نوعية بمدى اشتباك أوسع. أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي ألكسندر باشكين أنه فور وصول قذائف اليورانيوم المنضب الأمريكي إلى أوكرانيا فإن الجيش الروسي سيقوم بتدميرها، كما دمر القذائف التي أرسلتها بريطانيا لكييف من قبل. وأعرب عضو مجلس الاتحاد الروسي عن أسفه لتسبب قذائف اليورانيوم في تلوث البيئة، موضحا أن الأمر ترجع مسؤوليته بالكامل على البريطانيين. يأتي ذلك بعد أن أشارت وثيقة اطلعت عليها رويترز وأكد محتواها مسؤولان أمريكيان بشكل منفصل إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل لأول مرة ذخائر خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا. وذكرت مصادر مطلعة أنه من المتوقع تسليم هذه الذخائر لأوكرانيا خلال أسابيع، وتعد جزءا من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف من المقرر الكشف عنها الأسبوع المقبل. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي قال إن قوات كييف تتقدم في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضا قول مسؤولين غربيين أن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض. وأشارت تقارير غربية إلى أن أوكرانيا استعادت أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تستعد أي مناطق رئيسية إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تخطط لتزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من صواريخ أمرام، والتي يمكن أن تغطي مسافة من 160 إلى 180 كيلومتر. وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إن هذه الصواريخ يمكنها الاشتباك مع الطائرات الحربية الروسية دون دخول منطقة الدفاع الجوي للجيش الروسي. مولفات صاروخ كريتا. أعلن مسؤولون بحريون أن سفينة شحن ثالثة تغادر أوكرانيا على الرغم من التهديدات الروسية. تم تحديد موقعها على مسافة قصيرة من المياه الإقليمية البلغارية. قال وزير البنية التحتية الأوكراني أليكسندر كوبراكوف إن سفينة شحن أنا تيريزا التي ترفع علم ليبيريا وتحمل 56 ألف طن من الحديد الخام غادرت ميناء يوجني الأوكراني هذا، ولم تؤكد السلطات في ميناء فارنا البلغاري ما إذا كانت ناقلة البضائع السائبة ستدخل الميناء أم ستستمر في مضيق البوسفور. you
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز باتجاه البحر قبلة الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية. وقال المتحدث باسم حزب سلطة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية: هذا فعل عدائي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية. وذكرت هيئة الأركان الجنوبية المشتركة أن المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حللت تفاصيل الإطلاق. كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أعلنت في وقت سابق أن بيونغ يانغ أجرت محاكاة لضربة نووية على أهداف في كوريا الجنوبية. وهذا الإطلاق هو الأحدث ضمن سلسلة لتجارب صاروخية وتدريبات عسكرية أجرتها كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية. يشارك وفد من الوزراء الفيدراليين الأستراليين في حوار رفيع المستوى في بكين الأسبوع المقبل في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بعد فتور دام سنوات. هذا وسيناقش الوزراء قضايا التجارة والاستثمار والروابط الشعبية والأمن الإقليمي والدولي في الاجتماع المقرر في 7 سبتمبر. ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الحوار منذ أوائل عام 2020، وهو يمثل خطوة جديدة نحو زيادة المشاركة الثنائية واستقرار علاقة بلادها مع الصين. ألقت الشرطة القبرصية القبض على 13 شخصا بتهمة قيامهم بأعمال تخريبية خلال مسيرة مناهضة للهجرة في مدينة ليماسول الساحلية. وأدان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ما أسماه بالعنف الذي ارتكبه مجموعة من الأشخاص، مشيرا إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لا تتعلق بقضية الهجرة. فاز نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموجراتنام برئاسة سنغافورة في أول انتخابات تجرى في البلاد على هذا المنصب منذ أكثر من 10 سنوات. ويخلف شانموجراتنام حليمة يعقوب التي ترشحت في 2017 بدون معارضة لولاية من 6 سنوات. ودعا شانموجراتنام في كلمة له إلى التفاؤل بمستقبل سنغافورة. I declare Mr. Tharman Shanmugaratnam. صادق ملك تايلاند على التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سريتا تيفاسين في خطوة إضافية نحو إنهاء أزمة سياسية تعود لأشهر. وأفاد الديوان الملكي بأن التشكيلة الحكومية تضم 34 وزيرا بمن فيهم بعض من تولوا مهام في الحكومة السابقة. تستضيف العاصمة كينية نيروبي قمة المناخ في أفريقيا والمقرر انعقادها في الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر المقبل. وتهدف القمة إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد العالمي وخاصة في أفريقيا. كرة أرضية واحدة تجمعنا، رسالة تبعث بها القارة الأفريقية التي باتت تؤمن أنها وإن كانت الضحية الأولى لتغير المناخ، إلا أنه من الضروري أن تكون لاعباً أساسياً وحاسماً في حل أزمة المناخ العالمية. من هذا المنطلق تأتي قمة المناخ في نيروبي كينيا التي تنطلق في 4 سبتمبر لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، ولا سيما قبل كوب 28 الذي يعقد في نوفمبر المقبل في الإمارات. ولأنه وعلى الرغم من مساهمة أفريقيا الضئيلة في انبعاثات غازات الدفيئة بنسب لا تتجاوز 2-3% من الانبعاثات العالمية، تظل القارة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ التي ألقت بظلالها على اقتصاداتها واستثماراتها وأنظمة المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة. وتعد قمة نيروبي فرصة سانحة لرسم ملامح التمويل المناخي وبحث سبل تحويل القارة الأفريقية إلى مكان للتصنيع بدلا من الاستخراج ولتجاوز المنافسات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا. يشارك في القمة 20 رئيس دولة وحكومة أفريقية والشخصيات المعنية بالعمل المناخي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومن المتوقع أن تبرم من خلالها صفقات بمئات الملايين من الدولارات.
وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة للقادة الأفارقة لإصدار إعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها. يستعد أعضاء الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري. وكشفت مسودة عن الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخيا يتطلب استغناء العالم تدريجيا عن الوقود الأحفوري. قبل شهرين من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه الإمارات، كشفت مسودة عن الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي في المؤتمر. في هذا الإطار يستعد أعضاء الاتحاد الأوروبي 27 دولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري. المسودة أشارت أيضا إلى أن التحول إلى اقتصاد محايد مناخيا يتطلب استغناء العالم تدريجيا عن الوقود الأحفوري، خاصة وأن حوالي 200 دولة ستحاول تعزيز الجهود الرامية إلى كبح تغير المناخ. ولم تتفق الدول قط من قبل في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ على التوقف التدريجي عن حرق جميع أنواع الوقود الأحفوري التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون، رغم أن هذا هو السبب الرئيسي لتغير المناخ. ويأمل دبلوماسي الاتحاد الأوروبي أن يتم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر COP28، لكنهم يتوقعون مقاومة من الاقتصادات التي يعتمد دخلها على مبيعات النفط والغاز. وجاء في الوثيقة التي لا تزال قيد التفاوض ويمكن أن تتغير قبل وضع لمسات نهائية عليها في أكتوبر، أن قطاع الطاقة يجب أن يكون خالياً إلى حد كبير من الوقود الأحفوري قبل عام 2050 بفترة، لأن مصادر الطاقة منخفضة التكاليف والخالية من ثاني أكسيد الكربون متاحة بالفعل. وحظى اقتراح بالاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري بتأييد أكثر من 80 دولة في قمة مناخ العام الماضي، لكن دولاً أخرى غنية بالنفط والغاز عارضته، وتريد بعض الدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الوقود الأحفوري التركيز على تطوير تكنولوجيا لاحتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدلا من تقليل استخدام الوقود الأحفوري. ويقول دبلوماسيون إن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تسعى لتحركات أسرع لخفض الانبعاثات الضارة تريد الاتفاق على حدود لاستخدام تكنولوجيا احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتقصر استعمالها في قطاعات ليس لها فيها بدائل. ضرب الإعصار ساولا مناطق في جنوب الصين بعدما تسبب في اقتلاع أشجار وتحطيم نوافذ في هونغ كونغ، واضطر عشرات الملايين من السكان في المناطق الساحلية المكتظة جنوب الصين للاحتماء في أماكن مغلقة خشية من الآثار المدمرة للإعصار، فيما حذرت السلطات في تايوان من اقتراب الإعصار هايكوي بسرعة نحو أراضي الجزيرة ورفعت من مستوى الإنذار. استقبل
أقبلت الأكاديمية الوطنية لتدريب دفعة جديدة من الطلاب المشاركين في برنامج فاليو. البرنامج أطلقته مؤسسة حياة كريمة لتدريب طلاب الجامعات على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات. دفعة جديدة استقبلتها الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج التدريبي فاليو الذي أطلقته مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع الأكاديمية لتدريب طلاب الجامعات على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية، بالإضافة لتدريبهم على قيم التطوع والتعريف بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. استقبلنا 11 دفعة على مدار 25 مجموعة وأكثر كمان من 25 مجموعة على مدار الثلاث أشهر الماضية، ومستمرين المرحلة الأولى بإذن الله لنهاية ديسمبر. إحنا في البرنامج ده بنعمل تدريب للمتطوعين في مؤسسة حياة كريمة من شباب الجامعات، والشباب كمان في معنا في بعض الكلاسز بيبقى فيها طلبة ثانوي موجودين معنا من المتطوعين، بندربهم على المهارات التواصل، عروض التقديم، مهارات القيادة. هذه الدفعة هي 11 التي يتم استقبالها من المرحلة الأولى للبرنامج، والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر، والذي يستهدف الاستماع لأفكار ومقترحات الشباب بخصوص المبادرات التي يمكن تطبيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة. وسيتم اختيار إحدى المبادرات من الطلاب على مدار البرنامج ليتم تنفيذها في قرى حياة كريمة بإشراف الطلاب الذين تم تدريبهم، وهو ما يراه الطلاب مهما في اكتساب خبرات ومهارات تؤهلهم للتعامل مع المجتمع بمنظور متطور. أكيد البرنامج هيفرق لي، لأن ده أكيد بساعد الكرة وبساعد كل المدن والحاجات اللي لازم يبقى فيها تطور. تاني حاجة تعلمت من دلوقتي، احنا بناخد محاضرات، المحاضرة دي بتعلمني ازاي اتواصل مع الناس. نخد تجربة جديدة من حيث التدريب في الأكاديمية ومحاضرات، وطبعا يعني اخدنا محاضرة النهاردة ولسه اول مرة، فمع الوقت هنكون في حماس اكتر وان احنا نخد تجارب جديدة وننزل الشارع. برنامج التدريب مفيد جدا، زي ما الدكتورة شرحت لنا تعرفنا طرق التواصل ازاي نتعامل مع الناس، اكيد كل واحد ليه طريقة مختلفة، فتعلمنا ازاي نتواصل مع كل واحد. فخورة الشرف ليا ان انا اكون في المكان الجميل زي ده، استفدت طبعا حاجات كتيرة جدا، انا اقدر اتواصل مع الناس. حياة كريمة علمتني ان انا دلوقتي في الكام ساعة اللي انا حضرتهم في المؤتمر دلوقتي، اللي انا هنزل اقدر انزل في وسط الناس، اللي انا اتطوع، اللي اقدر اساعد الناس. يشارك في هذه الدفعة من برنامج فاليو 400 طالب وطالبة من 12 جامعة، ويستمر على مدار 5 أيام ما بين التدريب الأكاديمي والزيارات الميدانية لقرى ومشروعات حياة كريمة. محمود جميل، التلفزيون المصري. أشاد أهالي قرية بني عامر التابعة لمركز العدوى في محافظة المنيا بالخدمات المتعددة التي يقدمها المجمع الخدمي الذي تم افتتاحه ضمن أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنيا، والتي تستهدف تطوير 192 قرية و757 عزبة وتابعا وناجعا. ويخدم المجمع الخدمي 6 قرى و15 عزبة وتابعا ونجعا في غرب مركز العدوى، ويضم منافذ لجميع المصالح الحكومية ومنها البريد والسجل المدني والشهر العقاري والتموين والوحدة المحلية، مما ساهم في تخفيف التكدس بالمصالح الحكومية في المدن. والخدمات المتاحة بالمجمع الخدمي هي البريد، السجل المدني، الشؤون الاجتماعية، التضامن، الوحدة المحلية، الشهر العقاري، التموين. وحاليا احنا شغالين، المجمع شغال زي ما انتم شايفين، والمواطنين بتأدي خدمات الوحدة المحلية والتموين والشؤون الاجتماعية. المبنى دي فيه جميع الخدمات لكل مواطن، يعني اي الشؤون والتومين والشارع عقاري كله بقى في مجمع واحد، بدل ما نروح المركز وبتاع بقى هنا في المجلس. يعني اي حاجه عايزها نعملها هنا، اي مواطن يجي يقدم مصلحته هنا على طول، مش هنستغرق وقت ولا نتعب مواصلات ولا يركب مواصلات ولا الكلام ده، يعني وفر لنا جهد وفلوس برضو مال يعني.
الليلة هنسمع كوكبة وهنستمتع بمشوار النجم الكبير. شهد مهرجان العالمين الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط في نسخته الأولى تحت عنوان العالم عالمين، قامت عدد كبير من الحفلات لعدد من الفنانين المصريين والعرب، وأيضا الفعاليات الرياضية المختلفة. وشهدت الفعاليات المتنوعة لمهرجان العالمين الجديدة حضورا واسعا للجمهور من مصر والزائرين من مختلف دول العالم. بتنظيم ملفت وشخصية متفردة، جاء تنظيم مهرجان العالمين الجديد في نسخته الأولى تحت اسم العالم عالمين في بقعة ساحرة على ساحل البحر المتوسط، ليجمع ما بين سحر الطبيعة وروعة الفعاليات. مدينة العالمين الجديدة تزينت في أبهى صورة على مدى أيام المهرجان ليبهر رواده ومتابعيه بتنظيم مميز وفعاليات متنوعة ما بين الرياضة والفن والترفيه. الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد إقامة عدد كبير من الحفلات التي ترضي جميع الأذواق الفنية لعدد من الفنانين المصريين والعرب، كالفنان تامر حسني وحكيم وأحمد سعد ورغب علامة وإليسا ونانسي عجرم بأعلى التقنيات. وأيضا الفعاليات الرياضية التي ضمت البطولة العربية للجودو وبطولة البادل وسباقات السيارات. الفعاليات المتنوعة لمهرجان العالمين الجديد شهدت حضوراً واسعاً للجمهور من مصر والزائرين من مختلف دول العالم، الذي سيحملون ذكريات لا تنسى عن ليالي المهرجان ومدينة العالمين الجديد بشواطئها ومرافقها المبهرة من أبراج ومناطق ترفيهية والممشى المميز. لم يقتصر دور مهرجان العالمين فقط على إبهار الجميع، بل أنه أنعش قطاع السياحة في الساحل الشمالي، مما انعكس على ارتفاع نسب إشغال الفنادق، أيضاً جذب أنظار المستثمرين لبقعة واعدة على البحر المتوسط سيكون لها باع طويل في السياحة الترفيهية بالمستقبل القريب. وللمزيد حول فعاليات المهرجان ينضم إلينا مباشرة من العالمين الجديدة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك. نعم، أنا الآن أمام مسرح العالم عالمين، هذا المسرح وهذا المكان الذي ستقام فيه الحفل الختامي لمهرجان العالم عالمين، هذا الحفل الذي يحيي فرقة شارموفرز، وقد توافد الجمهور على هذا المسرح ويدخلون لحضور هذا الحفل الذي من المقرر أن يبدأ بعد قليل. هناك توافد وإقبال من الجماهير على حضور هذا الحفل من مختلف الفئات العمرية، وبالتالي نحن نتحدث عن مهرجان العالم عالمين الذي استمر منذ 13 يوليو الماضي وحتى الليلة، أي نحو 52 يوم، ضم العديد من الفعاليات المتنوعة كالفعاليات الرياضية، سباق الكرة الشاطئية، وأيضا بطولة الجودو، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وفعاليات فنية. الكثير من الحفلات، يوم أمس مثلا شهد مسرح الأرينا في العالم في مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين شهد إقبال كبير جدا خلال حفل المطرب ويجز، كان هناك أيضا حضور كبير واستمر الحفل حتى 1 بعد منتصف الليل. يمكن الأجواء هنا غاية في الروعة والجمال، نرى أيضا هذه التجهيزات الكبيرة التي قامت بها الشركة المتحدة هنا في مسرح العالم عالمين، مجموعة من التجهيزات واللوجستيات التي استعد بها القائمون على هذا الحفل وهذا المهرجان بصورة أكثر من رائعة. تحدثت مع عدد كبير من المواطنين ومن الجمهور، سواء الذين جاءوا لزيارة المدينة أو الذين جاءوا لحضور حفل شارموفرز الليلة في الليلة الختامية لفعاليات مهرجان العالم عالمين. تحدث الجمهور عن إعجابهم وانبهارهم الشديد بما يشهدون
تشاهدونه هنا في مدينة العالمين، هذه المدينة التي هي أيضا بالإضافة إلى أنها مدينة ترفيهية ومدينة سياحية فيها أيضا فرص استثمارية كبيرة وتجذب العديد من الاستثمارات الخارجية، هناك العديد من الأبراج والمناطق أيضا التجارية، فبالتالي نحن نتحدث عن مدينة متكاملة يشهد لها العالم أجمع، تمتد على طول البحر الأبيض المتوسط بحوالي 14 كيلومتر، فتتميز بالكثير من الجماليات. نتابع معكم هذا الحفل الليلة الذي من المقرر أن يبدأ بعد قليل فرقة شارموفرز في الحفل النهائي أو الختامي للعالم عالمين. أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني من مدينة العالمين. اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء الجمعة الأول من سبتمبر فعاليات الدورة 20 من مهرجان الصيف الدولي، وأحيا فريق المربع الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير. لاقت فعاليات المهرجان هذا العام إقبالا جماهيريا كبيرا على مدار الشهر، استمتع فيه محبو الفنون بالبرنامج المتنوع لمهرجان الصيف، وقد شهدت الفعاليات تنوعا ملحوظا بين العروض المسرحية والحفلات الموسيقية والورش الفنية. على مدار الشهر اللي فات تقريبا كان كل يوم في أكتر من حفلة، بالإضافة لعروض سينمائية ومسرحية، بالإضافة لورش عمل فنية للمهتمين يعني من الشباب زي ما حضرتك شايف النهاردة. وطبعا في دول بتمثل نفسها في المهرجان النهاردة، وفي فرقة مربع ودي فرقة أردنية ومشهورة في الأردن، مشهورة كمان ليها جمهور كبير في مصر زي ما حضرتك شايف الساحة ممتلئة يعني. والحفلات احنا يعني نظمناها السنة دي، كان في بعض الحفلات داخل القاعة وفي حفلات في الساحة الكبيرة. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة، وتقدم لنا ليلى عمر. إليك ليلى. شكرا لكم مدينة فكري وسحر ناجي، وننتقل لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل بمدينة أروشا بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن وعدد من المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الأفريقية. تأتي دعوة البريد المصري لافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا لتعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في أفريقيا. وبهذه المناسبة أهدى البريد المصري صالونا فرعونيا صنع في مصر تم وضعه في قاعة مصر بمبنى اتحاد البريد الأفريقي الشامل. سجلت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لمؤشراتها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة. وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 85.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت 7.2%. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.
في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بأن تخفيض تحالف أوبك بلس للإنتاج سيستمر حتى نهاية عام 2023، وارتفع مزيج برنت بنسبة 1.16% إلى $86.86 للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.45% إلى $83.63 للبرميل. أما عن أسعار المازوت فقد ارتفعت عالميا بنسبة 23% لتصل إلى $3.12 للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.11% لتسجل $2.77 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. استعاد الاقتصاد البريطاني مستويات ما قبل كورونا خلافا لتقديرات سابقة أفادت بأن إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى هذا المستوى. يأتي هذا حسب أرقام محدثة نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين. وقال شولتز إن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقضي مساهمة مهمة والتزام كبير يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. Deshalb ist es ganz, ganz bedeutsam, auch in diesen Zeiten, dass diejenigen, die sich der Demokratie. ختام جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لسحر ودينا، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى عمر. تطلق وكالة الفضاء الهندية أول صاروخ لدراسة الشمس في متابعة لنجاح هبوط الهند على سطح القمر بمركبة تشاندرايان 3. ويهدف إديتيا أول مسبار شمسي فضائي في الهند إلى دراسة الرياح الشمسية التي يمكن أن تسبب اضطرابات في الأرض ينظر إليها عادة على أنها شفق. وتأتي المهمة الشمسية بعد تفوق الهند على روسيا أواخر الشهر الماضي لتصبح أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر. وبينما كان لدى روسيا صاروخ أكثر قوة فقد تفوق صاروخ شاندريان 3 الهندي على لونا 25 لتنفيذ هبوط قياسي. فنان اشتهر بأغانيه الرقيقة ولمع اسمه في تسعينيات القرن الماضي رغم امتلاء الساحة بالمطربين الشباب وجيل الوسط. ورغم حياته الفنية القصيرة ووفاته في ريعان شبابه قدم 12 ألبوما غنائيا شهيرا. إنه الفنان الراحل عامر منيب الذي وافق اليوم ذكرى ميلاده. ونتحول الآن إلى آخر أخبار الطقس وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. ووقفة أخيرة مع ليلى عمر. شكرا لكم وننتقل لمتابعة أخبار طقس الغد.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 33، الصغرى 24، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-24، بورسعيد 31-24، الإسماعيلية 35-24. ننتقل لسويس العظمى فيها 35، الصغرى 24، العريش 31-24، طابة 32-26، شرم الشيخ 38-29، والغردقة 38-29 أيضا. أما في الأقصر 41-27، أسوان 41-28، الوادي الجديد 39-24، شلاتين 39-30، وأخيرا حلايب 35-28. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وأترككم الآن مع أبرز دقطتين لليوم. Hey, the pool's closed. Oh, it's got spots. It's just a little thing. Hey, bud. Relax. That's what I was hoping for. There's no like stairs going down, huh? No. Oh, come on. Shit, I forgot my phone in the truck. I should have. You gonna take pictures? That's pretty fucking cool. Come on. Come on. There you go. Come on. Come on. Come on. Come on. There you go. There you go. Come on. Oh, I don't want to scare him away from that. There you go. Come on. Come on. Come on. Get onto this thing and then if he's on that, we should try to pull him off. Yeah. بهذه اللقطات انتهت نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. غدا انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني وتشجيع حرية التعبير أبرز المحاور. البرهان يرفض أي إملاءات خارجية على السودان ويؤكد عزمه مواصلة المعارك مع قوات الدعم السريع حتى انتهاء الأزمة.
الادعاء العام في النيجر يطالب بترحيل السفير الفرنسي من البلاد، وباريس ترفض التعامل مع المجموعة العسكرية. ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الفل يا يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا صاحبي؟ اهلا بيك يوسف. كله تمام؟ خلص موسم الصيف، موسم العالمين النهارده، اخر يوم في المهرجان. الواحد كان مبسوط بحاله البهجه اللي كانت موجوده. وماله، خلي البهجه برضو مستمره مستمره يعني. بس في الجانب بقى السياسي عندنا جلسات الحوار الوطني. نعود مره اخرى الى السياسه بكرة. وبقوه على رايك. ده بيسلم لده دايما. دايما في حاله حيويه كده جوه مصر بالزبط. يعني حاجه تخلص تلاقي على طول حاجه ثانيه تنضم وراها. يعني مصر لا تنام، وده كويس بيني وبينك يعني طبعا. نتمنى دايما ذلك. اشكرك يا دينا وشكرا يا سحر، واستاذنكم نبدا فقراتنا.